أهلا بكم إلى المشهدية. وفي مشاهدها، اتفاق الهدنة الإنسانية يمضي بحذر وهدوء في غزة، أهو استراحة محارب أم مقدمة لهدنة دائمة؟ الهدنة تكشف كارثة الدمار ووجع المجازر وتظهر صمود الغزاويين وثباتهم. أي عزم؟ لن تكسروا قلما عاد جرائمكم، ولن تزيحوا الضوء مهما الليل يجترح. قصيدة إرثاء ومقاومة باستشهاد فرح وربيع الميادين. هدنة إنسانية، بل هي انتصار بالمعنى الواقعي لملحمة طوفان الأقصى بعد أكثر من شهر وأزيد من نصف الشهر من المعركة السياسية والعسكرية والإعلامية بين الاحتلال والمقاومة. توازن دقيق جمع بين الحرص على التخفيف عن شعبنا ووقف آلة القتل والمجازر الوحشية، وبين ألا نسمح للعدو بفرض أجندته أو الهروب من استحقاقات هذه الهدنة، بل فرض رؤيتنا وأولوياتنا. تؤكد الحركة التزامها بتنفيذ الاتفاق وإنجاحه طالما التزم العدو بتنفيذه. الفشل في تحقيق الأهداف أرغم نتنياهو على القبول بشروط الهدنة، نزل عن الشجرة وعن الشروط التي رفعها في بداية الحرب: إنهاء حماس، قتل قادتها، وتحرير الأسرى لديها. ما من شيء من هذه الشروط تحقق، لكن الهدنة الحالية لا تعني بالضرورة نهاية الحرب. إن الأهداف الصهيونية التي رفعها العدو منذ بداية العدوان ما زالت قائمة، وهي إنهاء المقاومة وكسرها وإعادة أسراه. ولهذا علينا أن نستمر بالقتال لكسر العدوان وكسر أهداف العدو، لأن العدو لن يتوقف عن عدوانه بعد أيام التهدئة. يراهن الاحتلال على الوقت الطويل، على الحصار وعلى فقدان مقومات الحياة لدفع الغزاويين إلى مغادرة القطاع، ومرة أخرى سيسقط الإسرائيلي في فخ رهاناته. ولعل رسالة هذا الشاب أبلغ تعبيرا. بنقول لبايدن، بنقول لنتنياهو، إحنا مش خايفين. لو بدنا نموت تحت الأرض فوق الأرض إحنا مش خايفين. لازم نروح على بيوتنا. لو بدنا نخش في مكان إحنا نروح على بيوتنا. احنا بيتين في نص اراضينا، بيتين على حدود، على مفترق نيت سليم. احنا مش عايزين نموت، نروح على بيوتنا. امام هذه المشهديه سنطرح سؤالين رئيسيين: اولا، كيف فرضت حماس والمقاومه شروطهما؟ وثانيا، ما ابرز الانجازات التي حققتها الهدنه؟ للحديث اكثر يسعدني ان استضيف السيد محمود المرداوي، القيادي بحركه حماس. اهلا وسهلا بك معنا سيد محمود. بدايه، ما ومن الذي فرض هذه الهدنة، وكيف، وماذا يعني فرضها؟ نعم، المقاومة لها اليد الطولة في هذه الهدنة، والدليل على ذلك بسيط: أنها رفضت. وكانت المقاومة في لحظة من اللحظات في بداية هذه الحرب المجنونة قد وعدت الوسطاء بإطلاق سراح 150 من حاملي الجنسيات المزدوجة، رغم أن جزء منهم شارك في الجيش الإسرائيلي ومارس كل الموبقات ضد شعبنا من قتل وحملات اعتقال وما شابه. ومع ذلك العدو رفض وأبى بغيه، ووعد جمهوره أنه سيأتي بالأسرى بعد قتل قيادة المقاومة وفي الوجه التحديد قيادة حماس، وفرض هزيمة بتجريدها من سلاحها وإسقاطها عن سدة الحكومة السيطرة. هو من وقف وأركان حربه الثلاث في ساعة وعشرة دقائق يتحدثون عن هذه الهدنة وعن هذه الصفقة. وثاني يوم عندما كان يوجد التباس أوقفت ذلك المقاومة، وعادوا ليدافع عن المقاومة ويقولوا ببيانات أصدروها للإعلام
أن حماس لم تتراجع، وإنما يوجد خلل في القراءة ونحتاج لخطة تشغيلية. الواقع أقوى منهم، وكل المحطات التي تواجهت هذه المقاومة سواء في لبنان أو في الجنوب مع غزة المقاومة كانت قد وعدت بالقضاء على قيادة المقاومة وعلى المقاومة، وفشلت في كل المراحل وبقيت المقاومة وانتصرت. وكل من قاد هذه الحملات الإجرامية بدعم أمريكي رحلوا، وبقيت المقاومة، بقية الشعوب في المنطقة، وستنتصر بإذن الله. طيب سيد محمود، دعنا نتحدث باليوم الأول، مع انتهاء اليوم الأول لبدء سريان هذه الهدنة، ما الخلاصات إن كان على صعيد المقاومة، على صعيد بيئتها، أم حتى من خلاصات على صعيد الاحتلال؟ نعم، الاحتلال مرتاح، وأنا أراقب يعني الاحتلال والسياق الإعلامي الذي يقدم من خلال المحللين الذين شاركوا وساهموا في تبرير عملية الانتقام، بناء يعني سردية للحملة وأهدافها المعلنة والتي ارتكزت على إبادة قيادة الشعب الفلسطيني وكذلك تجريد المقاومة من مصادر قوتها. اليوم يقولون حماس التزمت، لا تراجعونا فيما نقول، نحن نقول التزمت، وهذا مجرد عما فعلته في 7 أكتوبر. على كل حال، هذا من كل المحللين باستثناء يوسي هيوشع ما زال في غيه وهو لا يعيش الواقع. هذه العملية، هذه الصفقة أوجدت خطابا جديدا، هذا الكيان موزق مختلف، لا يوجد أي إجماع. السنزورة، الرقابة العسكرية، من قونت هذا الإجماع وهذا الموهوم بالتأكيد يجب أن يتم تبتيته. شعبنا بحاجة لهذه الفترة، قطع من كل يعني مصادر الحياة الأساسية بواسطة القصف الجوي. الاحتلال لا يملك بالمناسبة 10 أيام قتال بقصف مدفعي وجوي وبحري بهذا الشكل. كل الذخائر التي تأتي من أمريكا، فاستطاع وتمكن أن يقطع الإمداد وأن يضرب كل المولات ومراكز ومصادر المياه والكهرباء والمخابز والمستشفيات، كما شاهد العالم على مدار 57 يوم حي ومباشر. العالم شاهد ذلك مباشرة. إسرائيل التزمت؟ أكمل فكرتك. كان لابد من أن نوصل لشعبنا كل موارد الصمود والبقاء والتعانق مع هذه الأرض المباركة التي تتعاون مع المقاومة مع أهلها. فبالتالي هذه الهدنة وفرت ذلك. مجبر الاحتلال، كان كل الوسطاء يطرحوا علينا أن نسلم الأسرى ومن ثم هم يتعهدوا. رفضنا رفضا قاطعا، قلنا في كل يوم نراقب كيف تتم وتنفذ العملية برمتها بكل تفاصيلها. نعم. إسرائيل ملتزمة باليوم الأول لهذه الهدنة لأنه معروف عنها يعني غدرها. ما الذي إذا كان نعم، ما الذي هذه المرة فرض عليها أن تلتزم بهذه الهدنة؟ نعم، أن تقسيم الأسرى والمحتجزين على الأيام الأربعة، ثم العدد الكبير والمجتمع الذي يعني برد أعصابه وطاسات رأسه وبدأ يفكر بالمنطق. 50 يوم هذه الحكومة وهي تبني نظريات ليس لها في الواقع شيء، لم تقدم لنا صورة عن نصر عسكري حتى نثق فيها. هي من فشلت في قراءة مشهد ما قبل 7 أكتوبر، والذي كان يعني في ذمة آلاف مؤلفة يريدون أن يشاركوا في هذا اليوم عملياتيا على مستوى صغير من الجند. كيف لهم أن يعطونا وجهة نظر استشرافية للمستقبل؟ فبدأ الجمهور الصهيوني يعني يفقد مزيد من الثقة حتى فيما هو بما هو مجمع يعني وهما أنه يعني إرادة الجمهور والجيش والمؤسسة السياسية وكذلك الأمنية والعسكرية. بالتالي يريد أن يعيد بالطريقة التي يعني اعتاد عليها، أن المقاومة الفلسطينية اللبنانية وكل
يعني تاريخ هذا الحافل على 7 عقود، لم يستطع الاحتلال أن يحرر أسيرا إلا بمقابل وعلى طاولة المفاوضات وعبر وسيط، وهو ما جرى. هو بالتالي يريد أن يعني يحصل على شيء حقيقي وليس طيب. قبل أن أسألك، هذه الهدنة بشكلها وإطارها ومضمونها وتوقيتها اللي أتت فيه، لماذا ستؤسس تحديدا بموضوع الميدان؟ أود أن أسألك، في حال حصول أي خرق اليوم كيف ستتصرف المقاومة؟ خرق أثناء الهدنة اليوم كان في طيران فوق رفح، وهذا معروف أنه خرق للهدنة، وأيضا كان في استهداف، هذا الاستهداف للمدنيين اللي حاولوا يرجعوا للشمال يعد خرق ببنود الهدنة أم لا؟ نعم، هو بالتأكيد خرق. هو يعني هذا الموضوع يحتاج لتفسير، تم السكوت عليه، ولكن أن يحرم من يريد أن يعود إلى منزله من الجنوب، هو ذهب إلى الجنوب من الشمال على أساس أن المجتمع الدولي قال أن هذا مؤقت ويهدف لحماية المدنيين. عندما يريدون أن يعودوا إلى منازلهم لا ينبغي أن يعني يطلق عليهم النار، وهذا يعتبر خرق. على كل حال هذا يتابع الآن مع الوسطاء، يتابع، وإذا ما أصر العدو على منع من يريد أن يعود، نعم هذا بقي غامضا ولم يتم الاتفاق عليه. ويعني المقاومة كيف سيكون ردها يعني أثناء أيام الهدنة على هذه الخروقات، إن كان الطيران أم استهداف المدنيين اللي يحاولون العودة؟ نعم، الاحتلال في اليوم الأول حاول أن يغير بعض الأمور وتم الوقوف عليها، لا نريد أن ندخل فيها لأنها حلت. نحن معنيون في استمرار هذه الهدنة، لكن جاهزون لكل التطورات هو يستفيد منها ونحن نستفيد منها بلا شك، غير المشهود والمعاين. لكن على كل حال لن نسمح بأي خرق. اليوم الأول مرة لأن الاحتلال عاد عن يعني ما كان يريد أن يدخل فيه تغييرات. طيب سأعود إليك سيد محمود للحديث تحديدا كيف المقاومة ستستفيد من هذه الهدنة، ابقى معنا لو سمحت. نتوقف مشاهدينا مع هذا العرض، حيث أعاد إعلان التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية تسليط الضوء على صفقات تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. فما هي أبرز 10 صفقات لتبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال؟ أول عملية تبادل للأسرى كانت عام 1968، الجبهة الشعبية بعد نجاحها لتحرير، طبعا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد نجاحها بقيادة يوسف الرضيع وليلى خالد في اختطاف طائرة إسرائيلية كانت متجهة من روما إلى تل أبيب، حيث أجبروها على الهبوط في الجزائر وعلى متنها أكثر من 100 راكب، وقد أطلق سراح الركاب مقابل تحرير 37 أسير فلسطيني. صفقة النورس عام 79 أطلقت بموجبها الجبهة الشعبية القيادة العامة سراح جندي إسرائيلي أسرته في جنوب لبنان مقابل تحرير 76 أسيرا من فصائل فلسطينية عديدة بينهم 12 فلسطينية. صفقة معتقل أنصار عام 83 بين حركة فتح وإسرائيل، حيث أرغمت إسرائيل أو أرغمت على تحرير جميع أسرى معتقل الأنصار في الجنوب اللبناني وعددهم 4700 أسير فلسطيني ولبناني، إضافة إلى 65 أسيرا من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح 6 جنود إسرائيليين. صفقة الجليل عام 85، حيث أفرجت الجبهة الشعبية القيادة العامة عن 3 جنود إسرائيليين كانوا في قبضتها مقابل تحرير 1155 أسيرا فلسطينيا ولبنانيا من سجونها. عام 97 أجرى الأردن عملية تبادل مع إسرائيل أطلقت تل أبيب بموجبها سراح الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس ومرافقين 2 له مقابل إطلاق سراح رجلي الموساد. وفي أكتوبر 2009 تم تحرير 20 أسيرة فلسطينية مقابل الحصول على شريط مصور حديثا مدته دقيقتان يظهر فيه الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط الذي أسر عام 2006.
ختاما مع صفقة وفاء الأحرار، وأيضا في أكتوبر 2011 حيث تم تحرير 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق حماس سراح الجندي شاليط. أعود إليك سيد محمود قبل الحديث عن كيف ستستفيد المقاومة من هذه الهدنة، أود أن أسألك، تبادل الأسرى هذه المرة بماذا يختلف عن سابقاته؟ نعم، تبادل الأسرى هذه المرة والمرة التي سبقتها أنه في الأرض المحتلة، والذي فاوض في الأرض المحتلة ونفذت في الأرض المحتلة، وهذا جديد. كل مرة كان في العقل المراقب وحتى العقل الفلسطيني الثائر أن الاحتلال لن يخضع ما دام الجنود في يعني مناطق حرية تحركه، ولكن عند إرادة المقاومة، عند الخروج عن الصناديق التي أوجدت للمقاومين حتى يفكروا من داخلها، عندما كسرت وبدأ التفكير مطلق العنان بما يخدم ويحقق مصالح الشعب والمقاومة، حققت هذه الصفقات. ثم الصفقة هذه والتي يعني نعيش بشائرها في الوقت الحاضر ستكون كبيرة وعميقة ولها دلالات أكبر بكثير من كل الصفقات، و بإذنه تعالى المستقبل سيشهد على ذلك. ماذا عن أوضاع يعني الأسرى الفلسطينيين اللي تم إطلاق سراحهم؟ نحن أمام أي أسماء، أي أعداد، وما الذي يضمن أن إسرائيل لا تعود غدا وتعتقلهم؟ نعم، بالنهاية كل الأطراف التي يمكن أن تضمن يعني وقعت على ضمانات أن لا يتم اعتقالهم على أي تهم من التهم التي يعني ألصقت لهم سابقا. المعيار الوحيد الذي وضع لهذه الصفقة هو أن يكونوا من النساء الحرائر وكذلك الأشبال، وحتى لا يتلاعب العدو حطينا معيار ضابط، الأقدم فالأقدم. فينا نحكي بالأسماء سيد محمود؟ كل الأسماء اللامعة في كلا الصنفين سواء الحرائر وكذلك الأشبال ستكون موجودة على مدار الأربعة أيام. يعني ممكن أن نعرف منها؟ نعم، كل القوائم موجودة، أنا لا أستحضر بالضبط اليوم التي، لكن كل الأسماء وتحديدا من الحرائر يعني سيتم إطلاق سراحها. فقط أسيرة واحدة من القدس، لا أريد أن يعني أذكر اسمها، تم يعني الحوار والمفاوضات مع الوسطاء حول يعني إطلاق سراحها، وتم التعهد أن يطلق سراحها غدا. لا نريد أن نعكر صفو يعني الأهل في الوقت الحاضر، لأنها كانت محل الخلاف. طيب، وتم تجاوز هذا الخلاف. ممكن أن نعود قليلا إلى ما الذي يعني مهد لأن تكون أمر واقع اليوم هذه الهدنة؟ حدثني، من هي الأطراف؟ في أطراف يعني غير معلن عنها، نحن نتحدث عن قطر ومن معها، ما الذي قدمته؟ يعني لما نتحدث عن أطراف هي طبعا ليست مجرد صلة وصل فقط، هي لديها أيضا ما تقدمه، ما الذي قدمته لكي تصبح هذه الهدنة يعني أمر واقع ونحن مع قطر؟ يعني عن أي دول نتحدث وأي أطراف؟ نعم، أول شيء صمود شعبنا وثبات المقاومة في الميدان بما نشاهد ويخفى على المشاهد مما يخفي العدو من خلال الرقابة العسكرية، وهو كبير كبير، لا تتخيلوا كم هو مثقل على هذا العدو ولا يستطيع أن يخفيه طويلا. ثم تدخل الدول كثيرة، لا يوجد دولة لها طموح، وهنا يعني أنا أحدد في الشرق الأوسط أو ما يتجاوز الشرق الأوسط إلا تدخلت في هذا الموضوع. يعني مثلا مع من نتحدث، سواء شرق أوسط أم غيره، نتحدث روسيا داخلة، الصين داخلة، إيران داخلة؟ نعم، كل من ذكر تدخل. إيران مثلا تدخلت، ويعني بوساطتها تم إطلاق التايلانديين إكراما لتدخل يعني الجمهورية الإسلامية، وكذلك الصين تدخلت نعم
وتحدثت في هذا الموضوع، الروس تحدثوا ويعني بسياق يعني التواصل السياسي والاطمئنان على الشعب الفلسطيني والتأكيد وقوف هذه الدول إلى جانب الفلسطينيين في هذه يعني المحنة التي تتحمل مسؤولية. في دول خليجية غير قطر كانت؟ في دول خليجية غير قطر كانت؟ وما الذي قدمته بأي نعم سياق؟ نعم، قطر بشكل مباشر هي التي كانت تقود المفاوضات مع العدو وبحضور المصريين. السعودية تدخلت؟ السعودية من أطراف بعيدة نعم، هي تدخلت من خلال دول وليس معنا مباشرة. لا يوجد، أنا أقول لك وأنا مسؤول عن كلامي، لا يوجد دولة إلا وحاولت أن تتدخل، إما رغبة منها وإما دفعا من دول أخرى. دول صغيرة تدخلت بعد اتصال من بايدن برئيس تلك الدول، وكلها كانت داعمة للمقاومة بصف المقاومة. نعم داعمة، الغالبية العظمى كانت تريد أن تقدم أوراق للولايات المتحدة حتى تغير موقفها وتخفف من انحيازها، لكن الدول التي كانت ولا زالت تقف إلى جنب الشعب الفلسطيني وقضيته كانت تريد أن تحل هذا وفق مصالح الشعب الفلسطيني ووفق مصالح المقاومة، ومما يحرك هذا الملف باتجاه يعني أفق جديد يفضي إلى وقف إطلاق نار شامل. طيب أود أن أسألك، المقاومة كيف ستستفيد من هذه الهدنة؟ اليوم في حديث أنه كان في رهان أنه تكونوا قد فقدتوا الاتصال مع أطرافكم على الأرض، وأنه أطرافكم على الأرض لن يصلها حتى خبر أنه تم إعلان الهدنة، وسيكون في خرق لهذا الموضوع أو تخبط بهذا الموضوع، لكن تبين أنه الاتصالات المقاومة بأطرافها كلها كقيادة أم حتى كأفراد على الأرض الاتصال يعني بأفضل حاله متماسك، وكانت وصلتها معلومة أنه الهدنة دخلت حيز التنفيذ وتوقف القتال. ما الذي تقوله في هذا السياق؟ لأنه إسرائيل تروج أيضا لأنه في ضعف أو البيئة تخلخلت فيما يتعلق بدعم المقاومة في غزة. نعم، من ينفق 45 مليار دولار سيأتي ويقول أننا فشلنا؟ لن يصدر عنه ذلك. لذلك ما هو الفشل والنجاح؟ الفشل أن يقول أن حركة حماس والمقاومة الفلسطينية متماسكة تقود المشهد بالسيطرة. يعني دعني من الإسرائيلي، حدثني أنت سيد محمود عن المقاومة، عن جاهزيتها، نعم، عن قوتها، عن تماسكها اليوم، عما تملك بعد في جعبتها، لأنه الإسرائيلي يقول أنه هو يعني يقول لرأيه العام أنه هي هدنة قصيرة، ويصر ويعيد ويكرر أنه هي هدنة قصيرة وسيعود أقوى من قبل. نعم، أنا أقول جملة وفي البداية قد تكون وافية وكافية، قد تكون وافية وكافية وأكمل عليها. المقاومة في كل المراحل قالت بشكل خطي من قائد الحركة في قطاع غزة، أنتم تفاوضون ولا يوجد أي شكل من أشكال الضغط عليكم، فاوضوا بمنتهى الهدوء والروية، كل الوقت لديكم، نحن في أفضل حال. هذا هو موقف المقاومة على الأرض، هذا هو موقف المقاومة على الأرض. المقاومة أفضل وأقوى مصدر بيدها قدرتها على الاتصال والسيطرة. المرحلة الثانية بعد يعني الهدنة هذه ستكون مغايرة من حيث طبيعة المعارك، طبيعة السلاح المستخدم. مع تجدد اليوم هذه المعارك سنشهد مرحلة جديدة تختلف عن التي كانت قبل إعلان الهدنة؟ نعم، هو الهدنة بلا شك نحن لا نجافي الواقع، العدو يستفيد منها ونحن نستفيد، هو يتحدث عما يستفيد ويخفي جوانب من الفائدة التي يحققها بلا شك ونحن كذلك. ليس لدينا مصلحة في الوقت الحاضر أن نتحدث عن جوانب محددة لأنها تدخل في سياق المعركة ومقتضياتها وظروفها، لكن بالتأكيد المقاومة ستستفيد استفادة كبرى. نحن أمامنا وطن وقضية، المقاومة انطلقت من أجل تحرير هذا الوطن وستبقى مخلصة ملتصقة بهدفها. نعم قدمنا تضحيات عظام، نحن محزونون على
الشهداء خاصة من الأطفال والنساء، ونحمل أمريكا بشكل مباشر المسؤولية عن هذه المجازر، لكننا أصحاب وطن ولن نتخلى عنه بحال من الأحوال، وسنمضي في هذا الطريق حتى تحقيق أهدافنا كاملة. سيد محمود المرداوي القيادي بحركة حماس، شكرا جزيلا لك. مشهد اليوم من غزة أيضا مع مشاهد أهاليه التي تؤكد أنهم باقون ثابتون في القطاع مهما بلغ حجم الإجرام الإسرائيلي، ولا مشكلة في أي نقل سواء بالعربات أو عبر الحمير أو حتى على أسطح السيارات. إنه الشعب العنيد. كل التحية لأهل غزة. مشاهدينا فاصل ونواصل المشهد. من جديد أهلا بكم. مع الهدنة الإنسانية يتكشف أكثر حجم المجازر والدمار والإبادات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. نتابع. وللمزيد معنا السيد مروان الهمص مدير مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار وهو معنا من غزة. سيد مروان أهلا وسهلا بك معنا. بيوم واحد من الهدنة استطعنا أن يعني نقف عند حجم الدمار ونحصيه بشكل شبه مؤكد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أختي الكريمة حياكم الله وحيا قناة الميادين. يعني اليوم تكشفت الحقائق، تكشف الإجرام الصهيوني وتكشف إجرام الجيش الذي يوصف بأنه جيش يعني متحضر. عند خروجنا من المستشفيات وذهابنا إلى منازلنا وإلى أهلنا، يعني تبين لنا حجم الدمار الذي أصاب مدننا ومخيماتنا وأصاب أهلنا من المدنيين. اليوم فقط يعني قبل أن نخرج من المستشفى إلى بيوتنا وصلت إلينا يعني شيء مرعب، أن تصل جثة لها أكثر من 35 يوم وجدت على بعد 4 إلى 5 منازل من المنزل الذي استهدف. اليوم فقط عند رجوع الناس إلى بيوتهم وجدنا فتاة من آل خضر أهلها يبحثون عنها منذ 35 يوم. فهذا يعني دليل على إجرام العدو الصهيوني. وكذلك أختي الكريمة، العدو الصهيوني تعمد قبل يعني بداية الهدنة بدقائق أن يكون هناك قصف. وصل إلى مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار ما لا يقل عن 25 شهيد قبل الهدنة. يعني أي إجرام هذا، أي إبادات هذه التي يقوم بها العدو الصهيوني. كذلك بدأت الآن جميع مستشفيات قطاع غزة تستقبل الجثث، وذلك بعد إزالة الركام وتبين أن العدد يعني فوق ما نتوقع.
والأيام القادمة غدا وبعد غد وبعد الغد ستظهر حجم المأساة التي نعيشها في قطاع غزة. نعم. حدثني عن شهادات، يعني سواء أنتم عاينتموها أم تم نقلها إليكم، نحن عن أي أعداد جثث نتحدث منتشرة يعني تحللت ربما؟ حدثنا عن حجم الدمار اللي ربما لم يكن معروف، نحن أمام مناطق تم محوها بشكل كامل أيضا؟ أختي الكريمة، لو يعني لو أتيح للكاميرا أن تدخل إلى المخيمات وتدخل إلى الأحياء لوجدت ما حجم الدمار الذي حل من أثر قصف العدو الصهيوني في المخيمات. مخيم بأكمله عندما تقصف بيت واحد يذهب كل الحي، يعني ما لا يقل عن 10 بيوت تكون قد محيت، وكذلك أهاليها قد محيوا من السجل المدني. يعني على سبيل المثال ذهبت إلى مخيم يبنى اليوم وعاينت قصف في مخيمنا، وهو مخيم يبنى، ويعني عاينت حجم الدمار يعني لا يمكن وصفه بمجرد كلمات. كذلك عند الذهاب إلى جوار مستشفى الكويتي ستجد أن المخيم كله قد تضرر، وحجم الدمار في داخل الحي الذي قصفت به آل جمعة لم يبقى للناس مكان ليلبي يعني يأو إليه، مكان ليناموا فيه، فكان حجم الدمار هائل بمعنى الكلمة، وكأنك تضربي قنبلة نووية على قطاع غزة. هذا أنا يعني حدثني عن استهداف المراكز، مثلا في مراكز ثقافية تم استهدافها، وهذا كان مستغرب، في مراكز حكومية أيضا، في مساجد تم نسفها عن بكرة أبيها بشكل مقصود. حدثني عن هذه المراكز اللي يفترض يعني لم يكن فيها أحد ولها دلالة، أيضا تم تدميرها وإبادتها ومحوها بشكل كامل. يعني أحياء مراكز ثقافية، جمعيات خيرية، مراكز طبية كذلك تم محوها عن الوجود. يعني لا يمكن ذكر بالاسم، لكن جمعيات كثيرة خيرية قد نحيت عن الوجود، مباني يعني طوابق، ثلاث طوابق أربع طوابق لم يبقى لها أثر. كذلك مراكز ثقافية في مدينة رفح، في مدينة خان يونس لم يبقى لها أثر. أنا يعني لن أحدثك عن غزة، لأن غزة الآن بها الدمار على حسب شهود العيان، شوارع بأكملها قد نحيت عن الوجود، أحياء بأكملها قد دمرت ولم يبقى لها لا فيها لا حجر ولا شجر ولا بشر. وهذا دليل إجرام من العدو الصهيوني الذي لا يكبحه أي شيء، لا يعطي معيارا لقانون دولي، لمحاكم جنائية. ونتحدث طبعا عن مساجد وكنائس أيضا، وكذلك المساجد في مدينة رفح لا يقل عن 10 مساجد، 5 منها قد أزيلت عن الوجود، والخمسة الأخرى يعني تضررت ولا تصلح للصلاة ولا تصلح للوضوء ولا تصلح لأن يعني يلجأ إليها الناس. والآن قد كما قيل لي أنه تم تهديد بعض المساجد أنه سوف يتم قصفها. إضافة للوقت الكريمة، مدينة غزة، أنا سأتحدث عن مدينة غزة لأنه الدمار قد عم مدينة غزة وعم الشمال. يعني كما رأيتم مستشفى الشفاء، يقول العدو الصهيوني أنه قد خرج من مستشفى الشفاء، لم يخرج إلا بعد أن قام في تفخيخ وتفجير أغلب مباني مستشفى الشفاء. الدمار الذي حل في المستشفى الإندونيسي وحجم الدمار الذي وقع على المباني وعلى البشر كذلك، يمكن قد سمعتم الطبيب زميلنا الطبيب وهو يتحدث كيف كان العدو الصهيوني يتعامل مع زملائه وكمية الضرب يعني والتعذيب الذي حل به زملائه. هذا يعني العدو الصهيوني لا يريد لأي فلسطيني أن يبقى على هذه الأرض، لكن يعني أقولها وأقول باسم أبناء شعبي أننا بإذن الله تعالى صامدون، لن نتلحلح، لن نتزحزح عن أرضنا حتى لو كان ما كان. لأي مدى في يعني استهداف
للناس كان على الطرقات، لأنه أكثر شيء يعني سمعناها اليوم مع بداية دخول الهدنة حيز التنفيذ أنه في الكثير من الجثث منتشرة في الطرقات. نحن نتحدث عن هذا المشهد يعني ربما هو استثنائي بمكان معين أم الواقع كله هكذا؟ سأبدأ به. أولا طريق صلاح الدين وهو الرابط بين جنوب قطاع غزة وشمال قطاع غزة، والذي اعتبره العدو الصهيوني يعني ممر آمن لخروج الناس من شمال قطاع غزة إلى جنوب قطاع غزة. اليوم الهدنة كشفت عن حجم الجثث وحجم الدمار الذي حصل في هذه المنطقة. يعني لم يعطوا بالا لأي كان في القتل، يقتلونه ثم لا يعطونه بالا. ووجدت جثث على الطريق، كذلك أختي الكريمة في مدينة غزة وشمال غزة عند خروج الناس لاستنشاق الهواء بعد هذه يعني الهدنة الخفيفة وجدوا حجم دمار كبير، حجم من الجثث. طيب فقط أود أن أستفيد منك سيد مروان، لأنه حضرتك مدير مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار، اليوم ما تم إدخاله يعني من مساعدات لناحية الأمور الطبية، إلى أي مدى فعلا سيساعد أو يخفف من معاناة أهل غزة؟ أختي الكريمة، ما يدخله العدو الصهيوني ودخل اليوم لا يكفي لمدة يوم أو يومين من خدمات طبية ومن مساعدات طبية من إنقاذ لمستشفيات قطاع غزة. القطاع يحتاج إلى أن يفتح معبر غزة على مدار 24 ساعة كاملة لمدة ستة أشهر حتى نستطيع أن نقول أننا بدأنا نتنفس صعبا. لكن دون ذلك أنا أؤكد على أنه لمدة 6 أشهر مفتوح المعبر على مدار 24 ساعة حتى يمكن أن نستعيد ما كنا به سابقا. اليوم الاحتلال الإسرائيلي سمح بدخول الوقود والغاز، سيارات الوقود التي تدخل لم تكن ممتلئة. في السابق قبل معركة طوفان الأقصى أو مع الحرب التي شنها العدو الصهيوني، كانت السيارات والشاحنات التي تقل الوقود كانت بكميات أكبر. الآن الكمية هي 40% مما كان سابقا. هذا لن ننسى أنه الأونروا أعاقت إدخال شاحنات ومساعدات إلى شمال القطاع، يعني وكأنها تأخذ الدور دور العرقلة من الإسرائيلي، تأخذ عنه لكي لا يكون هناك محاسبة. من أصل 100 شاحنة دخل 3 شاحنات فقط إلى الشمال، وكأنها تكمل دور هذا المحتل. يعني لا أستطيع أن نقول أنها تكمل دورا، لكن هذا هو ضغط العدو الصهيوني. العدو الصهيوني يريد أن يبيد أهلنا في شمال قطاع غزة وفي مدينة غزة. لا يعني كل العالم يصمت على هذه الإبادة، كل العالم يصمت على هذه المجازر، ومن ضمنهم حتى ممكن أن نقول وكالة الغوث أو جمعيات حقوق الإنسان. كل جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان كلها تصمت. وكأن العدو الصهيوني، أقولها وبكل صراحة، وكأنه اشترى كل العالم، كأنه يمسك على العالم مماسك حتى لا يمكن أن يساعد أبناء الشعب الفلسطيني. يا أختي العزيزة، يعني العدو الصهيوني لا يحترم أي قانون دولي، لا يحسب حساب يعني قانون. هذا هو يقول القوي عائد. كل الشكر لك سيد مروان الهمس مدير مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار، كنت معنا عبر الهاتف من غزة. إلى شهداء الصوت المقاوم والصورة المقاتلة، كل الميادين بالأوجاع تتشح، هو مطلع قصيدة للشاعر محمد حسين معلم في رثاء شهدائنا فرح عمر وربيع معماري وحسين عقيل. كل الميادين بالأوجاع تتشح، إلا مياديننا زفت لها فرح. وكل فصل له شمس تداهنه، إلا ربيعا لنا من شمسه افتضح. وكان قمح حسين حسبه شرفا أن الشهادة من جنبيه تصطلح. وكان بينهما أحلام محبرة لألف عام
وفي عينيهما قدح، لم يستطيعوا سوى بالنار غدرهما. ومن وراء جدار الغيم قد جمحوا، وانقض سفاحهم مستكبرا شرسا يكم ثغر الفضا عن سوء ما ردحوا بالصوت والصورة. اغتالوهما ومضوا مضي إبليسا مزهوا، وما برحوا كي يسكتوا الريح خلوا سرجها لهبا. أتاهم الرد من ميدان من ذبحوا، لن تكسروا قلما عاد جرائمكم، ولن تزيحوا الضياء ما الليل يجترح. صاحب هذه الكلمات الشاعر محمد حسين معلم، وهو معنا، يسعدني أن أستضيفك معنا. يعني نحن إذا كتبنا نعرف عمن نكتب، لكن عندما الشاعر يخرج بهذه الكلمات، ما الذي وصل إليه مع هذا الاستشهاد لرفاقنا؟ أولا مساء الخير لحضراتكم وللمشاهدين الكرام. أتقدم من أسرة العزيزة الميادين وعلى رأسها الصديق الأستاذ غسان بأحر آيات التعازي، ومن عوائل وذوي ومحبيه الشهيدة فرح والشهيد ربيع والشهيد حسين أيضا بالمواساة والعزاء. الشاعر الملتزم هو حكما شريك في المقاومة، لأن صراعنا مع هذا العدو المستذئب ليس محصورا بالصراع المسلح، هو بالأساس صراع ثقافي، صراع عقائدي. كل من، وليس كل من يقاوم، كل من يؤمن بفكرة المقاومة هو مستهدف عند هذا العدو. لذلك نرى لزاما، وأجد نفسي أنا على صعيدي الشخصي أنني ألتزم القصيدة المقاومة التزام المقاوم بزناد رشاشة. كيف كنت تقاوم؟ يعني كيف يتم انتقاء الكلمات عندما يكون الحديث عن مقاومة بنفس الوقت عن شهداء، بنفس الوقت عن رسالة للعدو، عن تحدي؟ الشعر هو التزام قضايا، وأجل وأسمى قضية هي المقاومة والدفاع عن الأرض وعن العرض، وأسمى عطاء هو عطاء الدم. فترخص كل الكلمات أمام الشهداء وتضحياتهم وأمام المجاهدين. الشاعر الملتزم الذي لا يبحث لا عن جوائز ترضية ولا عن مناسبات، هو شاعر ملتزم مقاوم يصل إلى مستوى الذوبان في القضية التي يؤمن بها. فلسطين كانت ولا تزال هي بوصلتنا ومعراج رسالتنا، كما علمنا مؤسس المقاومة ومطلقها سماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر. والشعراء هم، وكما بدأت، هم شركاء المقاومين بكلماتهم المقاومة، هي مجرد فعل مقاوم يعني، أم في شيء اليوم يتعلق بموضوع فرح وربيع؟ يعني عندما حصل هذا الموضوع، ما الذي شعرت مباشرة؟ أنت كتبت لأنه يجب الكتابة، لأنه يجب المقاومة، يجب الرد على هذه الجريمة طبعا، أو ما الذي شعرت تجاه لو لم يخف هذا العدو من المثقف، من الكلمة الحرة، لو لم يخف من الفكر
المقاوم لما استهدف الصحفيين، لما استهدف الشعراء، لما استهدف الكتاب، لما استهدف حتى الكنائس والمساجد والمجمعات الثقافية. فرح هي كل شخص في لبنان يحمل الكلمة الحرة، والحلم والطموح هي تمثل شبابنا. عندما سمعنا خبر فرح وربيع أحسسنا أننا نحن المستهدفون. كل واحد منا هو فرح وهو ربيع وهو حسين البريء الكاد على عياله أيضا. لذلك القصيدة تولد تلقائيا دون أي تخطيط، دون أي مراعاة، دون أي تحضير لها. على الصعيد الشخصي شو؟ على الصعيد الشخصي بعيدا عن كونك شاعر مقاوم والهدف المقاومة بهذا الكلام وهذا جريمة الشعر. بهذا الحجم، بهذا التوحش، بهذا الاستذئاب لا يمكن إلا أن تهز كيان أي شاعر وأي مثقف وأي كاتب أي إنسان وأي إنسان على الأغلب، ولكن على مستوى الشعر طبعا هي تهز الإنسانية جمعاء. لقد يعني أنا أشبه القصيدة دائما بالزلزال، وكان خبر استهداف الصحافة من خلال فرح الشهيدة فرح والشهيد ربيع هو أكبر زلزال يصيب القلم الحر والقلم المقاوم. وكيف للكلمات أن تبقى تقوم بمهمتها وهي الدفاع؟ كيف اليوم سلاح شعرك؟ في مرحلة نكتب غثاء وبكاء ودموعا، وهذا قد يسجله البعض علينا بأنه نوع من الاستسلام، من الركون، من السكون أمام هذا العدو، وفي مرحلة لاحقة. ولذلك ترين وتجدين في قصيدتي كي يسكتوا الريحة ليس هي مجرد رثاء، إنما هي تحمل مقاومة، دفاع، تحدي، صمود، كما سائر قصائدي التي أكتبها. تمنعت يعني بدأت منذ بداية طوفان الأقصى بالبكاء والرثاء لما يحصل مع أطفال وأهلنا في فلسطين، ولكن فيما بعد تنبهنا إلا أن هذا البكاء والتباكي لا يجدي نفعا، يجب أن ننتقل إلى مرحلة. هلا بالنهاية نحن بشر، نكون شركاء مع المقاومة، يعني أن نحزن وهذا حصل طبعاً يعني اليوم طبعاً طبعاً. نحن في الميادين طبعا، ما في كل الحزن ذلك. يعني يغمرنا للفقد، لكن بنفس الوقت كلنا عزيمة أكثر على إكمال هذا المساء. في لك قصيدة أيضا بشكل عام عن الشهداء طبعا، يمكن أن يعني إذا سمحتي لنا شكرا. هي قصيدة بعنوان فوق راح العرش. ما أخطأ وجهة الرشاش أو ندم، شد الزناد إلى الأضلاع واقتحموا، لم ينذر الموت في ميقاتهم أبدا، يباغتون الردى إما بدا هجموا، كذا هم الشهداء يسابقون هوى، أرواحهم فوق راح العرش تزدحم، أصواتهم شهقة البركان إن غضبوا، أقدامهم رقد إعصار إذا انتقموا، هم فتية آمنوا زادوا هدى ودما، فهل يضيع تراب قد رواه دم؟ والله منهم كموج البحر ما هدأوا، ومنهم إن لمحت الفجر قلت هم القابضون على جمر الحياة، فما أثنى عزائمهم خطب ولا ألم، القاضمون لهيب الجرح مفتوح
افتتنوا ولا هم انزلقوا حيث انتشت ذمم نأوا بأنفسهم مثل النسور إلى شواهق المجد ما زلت لهم قدم ذابوا انتماء كما ذابت بنادقهم لم يرهنوا الدم مهما الليل يحتدم خلوا الرصاص وضوءا شطر قبلتهم صلوا به خلف موسى الصدر واعتصموا كانوا يجافون ضوء الشمس كي يصلوا دون ضجيج خفافا مثلما رسموا شقوا جبين الخلود المر ثم مشوا إليه فانتصروا من بعد ما ظلموا. محمد حسين المعلم الشاعر، شكرا جزيلا لك على مشاركتنا في المشهدية. مشاهدينا وصلنا إلى ختام المشهدية، إلى اللقاء.